لم تكن ظروف الاحتجاز فيه عادلة، فهرب السجناء والموقوفون. هو ملخص ما تأتي به ألسن الأهالي الذين تجمعوا أمام مبنى قصر العدل في بعبدة بجبل لبنان بانتظار الاطمئنان على أبنائهم عقب فرار 69 سجينا منهم. الفرار الجماعي حصل في قاعات خصصت للتوقيف الاحتياطي في المبنى، وتأوي نحو 200 سجين وموقوف، ويحرسها عناصر أمن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. وإذ يطالب الأهالي بإقرار قانون العفو، يدركون أن دونه حسابات سياسية. بس نكايات ببعض، هلا يكون في صفقة وفي إفادة منها إنه قبل الانتخابات يصير في عفو، بيعملوا العفو عادي ولا كأنه في شيء. يروون عن سجون تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة بما يهدد صحة أبنائهم، لكن النقمة على الدولة والأحزاب هنا أكبر من الخوف على أبنائهم ومصيرهم المجهول. من عارف عنه هلأ شو؟ أنا ابني إذا بعرف وينه ما بسلم. استنفرت القوى الأمنية أجهزتها وعناصرها بحثا عن الفارين بعد أن أوقفت 15 منهم، في حين قضى 5 آخرون وجرح موقوف في حادث سير وقع بعد أن سلبوا سيارة وفروا بها مسرعين. قد يعود السجناء والموقوفون إلى زنازينهم، لكن الجميع يدرك أن ما خلف الأسوار ليس إصلاحيات، وإنما أماكن تبيح المحظورات. كلياتهم بيتعاطوا، كيف بدهم يسكتون إذا ما عطون شي مسكن؟ بيسكتون بالحبوب، روفترين، ترامال، ما بعرف شو. ليس ضيق الأماكن هو السبب الأساسي في اكتظاظ السجون، إنما المماطلة في المحاكمات. أنا ابني مشكلته إنه موقوف اشتباه، حلو 3 أشهر عند بسام الحاج ما عم يطلع لي هو. قيل في السجون اللبنانية إنها قنابل موقوتة، لكن الخشية اليوم تكمن في إمكانية تفجيرها بفتيل الأحوال المعيشية المتردية وانعكاساتها على داخل السجون. ستفتح حادثة الهروب من مركز الاحتجاز الاحتياطي في بعبدة ملف الظروف الإنسانية في السجون، لكن الحل الوحيد المتوافر في ظل فشل الإدارات وتردي المقاربات الحكومية للأزمات يكمن في إقرار قانون العفو، قانون تحول دون إقراره حسابات طائفية ومذهبية يتمسك بها زعماء الطوائف لأهداف انتخابية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من أمام قصر العدل في بعبده.